السلام عليكم، تحية طيبة لكل متابعين القناة. نفرض موظف كفانا وكفاكم الله شر هذا الشيء أنه تمرض، ونتيجة هذا المرض أنه لازم يأخذ إجازات طويلة جدا، أو كان المرض مستعصي. طبعا هذا الأمر من يقرره؟ اللجان الطبية. يعني من يجي الموظف مصاب بهكذا مرض راح يحال من قبل الدائرة إلى اللجان الطبية. اللجان الطبية تقدر نسبة المرض، نسبة الخطر، هل هو فعلا مرض مستعصي، يقدر يداوم ما يقدر يداوم، كل هذه الأمور اللجنة الطبية اللي راح تشكل من قبل دائرته. يعني دائرته تحيله إلى اللجنة الطبية. طبعا اللجنة الطبية مو موجودة بداخل دائرته، لا، تحيله إلى اللجان الطبية المختصة ويجي لها التقرير. إذا ثبت بأنه لازم يأخذ إجازات طويلة من اللجنة الطبية أو بعد ما يقدر يداوم، في بهذه الحالة المادة 15 أولاً قلت له إذا تحال على التقاعد، لك حق الإحالة على التقاعد. طيب أفرض الموظف عنده خدمة بس سنة أو بس سنتين، ولا سامح الله صار عنده العجز أو المرض المستعصي، زين قال لك أنا شلون أحال على التقاعد؟ هي الإحالة على التقاعد المفروض لا يقل العمر عن 15 عام، أو في حالات معينة 10 11 12 13 14 سنة يحسب لها أجور قليلة، فأنا شلون بحالتي؟ هذا عالجته نفس المادة 15 ثانيا، قلت له لا، سواء كانت سنة سنتين أي شيء أقل من 15 راح نحسبه لك 15 سنة. وبنفس المادة 15 ثانيا شنو قالوا له؟ أنت ما تدفع، يعني هاي الخدمة اللي راح تنضاف لك ما تدفع عليها ولا دينار توقيفات تقاعدي. يعني إذا كانت خدمتك سنتين تصير 15 سنة وتستلم راتب شخص عنده 15 سنة ومحال على التقاعد. يعني هكذا آلية احتساب الراتب التقاعدي. المادة 15 ثالثا أيضا عالجت لك في حال أنه قرار اللجان الطبية كان غير منصف، الدائرة أنه شكت بأنه الموظف مزور هذا الكتاب متفق ويا اللجنة الطبية، في اللجنة الدائرة لها حق تعترض. الموظف احتمال لا، بالعكس الموظف يشوف بأنه هاي اللجنة ظلمته وكان قرارها غير صحيح، أيضا له حق يعترض، لكن لازم الاعتراض خلال الشهر الأول، إذا تجاوز الشهر بعد ما لك حق تعترض. أتمنى أن تكون هذه الحلقة مفيدة، شكرا جزيلا لروعة المتابعة، تابع حلقاتنا وإحنا إن شاء الله نجاوب على كل أسئلتكم بالقدر المستطاع. شكرا جزيلا لروعة المتابعة. السلام عليكم، شلونكم؟ Let's welcome to Dr. Knowledge Sharing, Hisham Ahashmi. Let's join this wonderful journey together.